عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟ الله يبارك فيك، الحمد لله. اتفضل يا شيخ. انا بتاجر، تمام، وفي حد من الاخوه اداني مبلغ علشان خاطر اتاجر اتاجر له فيه، ان انا باخد 50% من صافي الارباح في المقابل بتاع ال 50% ده، ان اي خطأ فني في العمل اتحمل انا الخساره بتاعته. يعني انا اي خطأ فني كنت متسبب فيه في العمل اتحمل انا الخساره بتاعته. هل في ذلك شيء؟ لا، ما في شيء إن شاء الله.